بكم طلاب الصف الخامس مع درس الضوء، وده يعتبر الدرس الثاني اللي هو كيف ينعكس الضوء وكيف ينكسر. طبعا اتكلمنا امبارح على تعريف الضوء، وان عبارة عن موجات كهرومغناطيسية، وقلنا ان هو له خصائص الموجات وايضا خصائص الجسيمات. وتكلمنا برضو على الأجسام التي تسمح بنفاذ الضوء والتي لا تسمح، وقسمناها إلى 3 أقسام اللي هي الأجسام الشفافة وشبه الشفافة والأجسام المعتمة. النهاردة هنتكلم على كيف ينعكس الضوء وكيف ينكسر. بيقول لي مثلا، خد عندك: لو عندما أنظر إلى المرآة المستوية أشاهد صورتي، تتكون الصور في المرآة بانعكاس الضوء عن سطحها المصقول، فموجات الضوء تنعكس عن السطوح. وطبعا هو هيتكلم هنا على الصوت، كيف ينعكس الصوت، بيسألني طبعا عن لأنهم مرتبطين ببعض. الصوت هل هو نفس انعكاس الضوء؟ طبعا هو نفس القصة بالظبط. ويبقى لو فهمنا انعكاس الضوء هنفهم انعكاس الصوت. هنا بيتكلم عن انعكاس الضوء هو ارتداده عن السطوح، وأغلب الضوء الذي يصل إلى أعيننا هو ضوء منعكس عن الأجسام، ونحن نرى الجسم عندما ينعكس الضوء عنه إلى أعيننا. يبقى إحنا لو عندما يسقط الضوء على أي شيء أو أي جسم، إحنا بنشوفه من خلال إن هو بيعكس الضوء إلى أعيننا فنرى الأشياء. طيب قول مثلا، خد بالك لو، طب الأجسام التي لا تعكس الضوء هل تستطيع ان انت تراها؟ قال لي: ليس، لا نستطيع ان نراها. وليس من الضروري ان يكون السطح صلب ليعكس الضوء، فسطوح السوائل والغازات تعكس الضوء ايضا. يبقى الاشياء التي لا تعكس الضوء لا نراها، واللي بتعكس نراها. بنقول هنا ظهرت الصورة في المرآة المستوية واضحة، لان معظم موجات الضوء تنعكس عن سطحها المسكون. تنعكس عن سطحها إيش؟ المسكون. وعندما يسقط الضوء على المرآة فإن زاوية سقوطه على المرآة تساوي زاوية انعكاس، ده القانون الأول لانعكاس الضوء اللي هو ما يسمى بقانون الانعكاس. زاوية سقوط الشعاع الساقط تساوي زاوية انعكاس الضوء الساقط. صورة الجسم في المرآة المستوية يظهر كأنها خلفها، ويكون بعده في المرآة مساويا بعد الجسم عنها. يبقى زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. قد تكون المرايا جزءا من سطوح كروية، وعندما يكون سطحها العاكس إلى الداخل تكون دي هنا بيتكلم على أنواع المرايا. عندي مرايا مستوية، مرايا مقعرة، مرايا محدبة. لو كان السطح العاكس إلى الداخل تبقى مرايا مقعرة، لو كان سطحها العاكس إلى الخارج تكون مرآة محدبة، تكون مرآة إيش؟ محدبة. أما المرآة المستوية يظهر صورة الجسم كأنه إيش؟ خلفها. خلاص؟ طيب، هذه المرايا تكون أشكالا كثيرا للصور. قد تكون اللي هي الصورة المنعكسة مكبرة أو مصغرة أو معتدلة أو مقلوبة. إن شاء الله طبعا لما هنكبر في المتوسط والثانوي هناخد طبعا الصور التي تظهر عن طريق المرايا المقعرة والمحدبة. طبعا المرايا المستوية بتكون الصورة معتدلة. هنا بيتكلم اهيت لو في مراية مستوية، لو في مراية مقعرة، لو في مراية محدبة، مراية محدبة. وطبعا بنشوف الأشياء في، لو شفنا المراية اللي بتكون على جانب السيارة بتكون محدبة، فبتظهر الأشياء كأنها أصغر مما عليه في الحقيقة. هو بيكتب لي كده عشان ما تتخيلش إن هي تكون هي الصورة حقيقية. طيب ده كان انعكاس الضوء. طيب بالنسبة لانكسار الضوء، طبعا دي مثال واضح جدا وممكن نعمله في البيت كلنا نعمله. هنجيب كوب ماء ونحط فيه قلم رصاص او اي قلم مرسام وبنشوف. نلاحظ ان المرسام او القلم مكسور،
هل هو فعلا مكسور في الحقيقة ولا مش مكسور؟ قال لي لا، ده هو دي يعتبر انكسار الضوء هو الذي سبب ظهور القلم مكسور. انكسار الضوء هو الذي سبب ظهور انكسار القلم، يبدو لنا ان هو ايش؟ مكسور. طبعا زي ما قلنا لا، ليش؟ لان انكسار الضوء هو انحراف الضوء عن مساره، وهي ظاهرة طبيعية تحدث للضوء عند انتقاله من وسطين شفافين مختلفين مثل الماء والهواء. عندما ينتقل الضوء من وسطين مختلفين، ففي الحالة ديت زي الهواء والماء، الماء والزجاج، الهواء والزجاج، كل دول وسطين مختلفين، فبيحصل انكسار للإيش؟ للضوء. يبقى دي ظاهرة إيش؟ طبيعية. لكن يبقى نعرف ما مقصود بانكسار الضوء، هو انحراف الضوء عن مساره، ظاهرة طبيعية بتحدث للضوء. فهنا بانكسار الضوء عند انتقاله من الهواء إلى الماء جعل القلم يظهر كأنه إيش؟ قطعتين، لكن هنا طبعا لما بنطلعه مبيبقاش مكسور ولا حاجة. هنا برضو زي ما أنا عندي مرايا عندي عدسات، عندي عدسات، فهنا بيقول لي العدسة هي أداة شفافة تكسر الأشعة الضوئية. في فرق يا أولاد بين المرايا والعدسات. المرايا تعكس الضوء الساخط عليه، أما العدسات فهي تكسر الضوء الساخط عليه. يبقى العدسة أداة شفافة برضه زي المراية، ولكن تكسر الأشعة الضوئية الساقطة عليها، وهي نوعان زي المرايا بالظبط، مقعرة ومحدبة. بنطلق على العدسة المحدبة لامة، أي تعمل على تجميع الأشعة الضوئية المنكسرة في نقطة واحدة وتسمى البؤرة، وهذا يجعل الأجسام القريبة منها تبدو إيش؟ أكبر. طيب العدسة النوع الثاني، العدسة المقعرة مفرقة، تعمل على تفريق الأشعة المنكسرة فتتباعد بينها أو تبعد بينها، ولذلك تبدو أو تستخدم العدسات في كاميرات التصوير والتلسكوبات والنظارات وغيرها. النظارات بتساعدنا على رؤية الأجسام بوضوح. تبقى إيش؟ مرايا ولا عدسات؟ هتبقى عدسات. وهنا جايب لي 3 أنواع من العدسات. يقول لي في عندي حاجة اسمها عدسة مستوية، عدسة مقعرة، وعدسة محدبة، وهنا سقوط الأشعة الضوئية باين أوي إن هي واحدة مفرقة، والمقعرة بتكون مفرقة والمحدبة بتكون مجمعة. النظارات الطبية طبعا بيساعدنا على تركيز الضوء لتوضيح الرؤية، ده مثال لأنه لاستخدام العدسات. طيب ألخص، ما خصائص أخيلة الأجسام أو صور الأجسام التي توضع أمام عدسة مقعرة؟ تبدو أخيلة الأجسام التي توضع أمام عدسة مقعرة أصغر من الجسم الموضوع أمام العدسة، وبتكون معتدلة. كيف يكون ارتداد كرة القدم عن العارضة؟ نموذج لكيفية انعكاس الضوء عن السطوح. كرة قدم كيف يكون ارتدادها عن العارضة؟ هو يعني بيمثل يعني إن هو زي ما الكرة بترتد لما تصطدم بالعارضة، برضو الضوء لم يبقى اصطدم بجسم أي جسم طبعا، بس ما يكونش جسم شفاف، فهو بينعكس عنه الضوء مرة تانية. فإن عندما ترتد الكرة فإن زاوية ارتداد الكرة تساوي الزاوية التي أرسلت بها، فكذلك الضوء عند سقوطه على الأسطح تكون زاوية السقوط مساوية لزاوية الانعكاس. وبكده يبقى احنا خلصنا درس النهاردة اللي هو خدنا فيه أهم شيء هو زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس، ده قانون انعكاس الضوء. وخدنا فيه أنواع المرايا وأنواع العدسات، وهنكمل المرة الجاية إن شاء الله.